أحسن الله إليكم. في آخر أسئلته يقول: أخي يريد الزواج ويلح علي أن أختار له الزوجة المناسبة، وأنا أخشى من هذا الأمر أن يختلفوا فيما بعد وأكون أنا السبب في ذلك، فما توجيهكم حيال مثل هذه الوساطة؟ جزاكم الله خيرا. اجتهدي وابذلي ما يسعك في الوساطة، وأما عاقبة الأمور فهي إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.